عاجل مؤامرة إثيوبية خطيرة لإحراج مصر بسبب سد النهضة، وأتعرف كيف ركع أردوغان للسيسي منذ قليل. ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل مسؤول كبير بالدولة: سنقوم بضرب سد النهضة في هذه الحالة. وأتعرف على ما ستفعله مصر مع السودان في الأيام القليلة القادمة، وتعرف على تفاصيل ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، وكيف قامت تركيا بتوجيه ضربة لإعلام الإخوان من أجل مصر. في البداية، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نثبت للعالم ان احنا بنحب بلدنا واقفين معاهم، وانتوا وطنيين وقدها. بسم الله ونبدأ. وعاجل مؤامرة إثيوبية خطيرة لإحراج مصر بسبب سد النهضة. إثيوبيا لا تتوقف عن التآمر ضد مصر لإحراجها أمام المجتمع الدولي فيما يخص مفاوضات سد النهضة. أعلنت إثيوبيا أنها تقدمت باقتراح لتبادل المعلومات التشغيلية لسد النهضة مع مصر والسودان دون اتفاق ملزم بعد ساعات من فشل مفاوضات الكونغو، ومش دي المشكلة. في مراقبين شافوا، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أننا أمام صراع طويل وممتد ينتظر سد النهضة، سواء لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن أو غيره، وأن الموقف الإثيوبي هو سياسي في المقام الأول وليس من أجل المياه التي تفيض عن حاجته، حيث أن هذا التعنت غير مبرر وعواقب هذا التعنت كارثية على الدول الثلاث. يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي أن إثيوبيا عارية تماما فيما يتعلق بالغطاء الدولي بشأن سد النهضة، ولن تجد من يساندها في هذا التعنت الغير مبرر. فلا توجد دولة عاقلة في العالم تساند دولة تمنع المياه في نهر دولي عن جيرانها. فهل نتخيل دول نهر الراين أو نهر الدانوب في أوروبا أن تقوم بقطع المياه عن بعضها؟ تلك الأمور حسمت دوليا وفق قوانين والأعراف. وفي حديث أكد مساعد وزير الخارجية أن القصة بالنسبة لإثيوبيا ليست نهر النيل بل معاناتهم من مشاكل داخلية. فدائما عندما تقع الدول الغير ديمقراطية في مشاكل من هذا النوع، تخترع تهديدا خارجيا لشراء صمت الشعوب وتهدئة الرأي العام. وتابع مظلومة: مصر لم تطلب شيئا، كل ما تريده هو استمرار تدفق المياه التي كانت تتدفق إليها منذ آلاف السنين، وليس من حق إثيوبيا أن تمنع تلك المياه عن مصر، خصوصا أن المياه تفيض عن حاجة كل الدول وفق العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت منذ سنوات. الجديد في الأمر أن إثيوبيا قامت ببناء سد في وسط النهر، فماذا يحدث إذا كان الفيضان منخفضا؟ لذلك كان ضمن المقترحات الفنية التي اقترحها الوفد المصري، والذي كنت أشارك فيه، هو عمل فتحتين في جسم السد لتصريف المياه إلى مصر والسودان في حال توقف التوربينات لضعف المياه أو القيام بأعمال صيانة، لكنهم رفضوا. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر عرضت على إثيوبيا في المراحل الأولى أن تقوم ببناء السد نظرا للتكلفة الكبيرة، مقابل أن تحصل مصر على الكهرباء مقابل عملية البناء، فكان الرد بالرفض. ومن يراقب الوضع يجد أن مصر قادرة على اتباع سياسة النفس الطويل إلى ما لا نهاية، وما زال أمام مصر أوراق أخرى مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأعلنت تونس وهي عضو مجلس الأمن الآن وقوفها مع مصر، كما أنه من الممكن حصارها داخل الاتحاد الإفريقي وفرض عقوبات عليها وفق المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد مطاوع على أن الموقف الإثيوبي الحالي هو عملية لعب بالنار، ولا تدرك عواقب ما تقوم به نتيجة تحديهم للقانون الدولي ولدول العالم.
وهناك مقولة مشهورة لأحد الكتاب الأمريكيين بأن الكرة الأرضية لها حدود، ولكن الغباء الإنساني ليس له حدود، وهذا ما نراه الآن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة والغباء الإثيوبي والتعنت الغبي الإثيوبي. خلينا ما ننساش مقولة الرئيس السيسي إن كل الخيارات مفتوحة، ومصر أرسلت العديد من الرسائل في هذا الأمر، لكنهم وبكل أسف لا يفهمونها. يعني مصر عندها خيارات مفتوحة، عندها تحركات مفتوحة، عندها حل لهذه القضية، حل رسمي وحل نهائي لهذا الأمر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وتعرف كيف ركع أردوغان السيسي منذ قليل. ننشر لحضراتكم الآن التفاصيل. في أول تعليق بهذا الشأن أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أبعاد الاتصال الذي أجراه معه السبت نظيره التركي مولود شاووش أغلو. وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية خلال مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مع دولة تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، لافتا إلى ضرورة أن تؤخذ في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر وضرورة تصويب المسار. وأوضح شكري أن التصريحات واللفتات التركية موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها. وزير الخارجية المصري أكد حرص مصر على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين اللي هي مصر وتركيا وإقامة علاقات وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح. لفت إلى أن صياغة ذلك بالتأكيد سيتم في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك. وبشأن إغلاق تركيا القنوات تهاجم مصر، رأى أن الأمر المهم يتمثل في الفعل في حد ذاته، مشددا على أهمية مراعاة القانون الدولي في هذا الشأن، ألا نخوض في من طلب أو بادر. المهم أن تتم مراعاة القانون الدولي وعدم جعل الأراضي محطة أو منطلق لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى إذا كان ذلك أمرا موثوقا ومستقر فيعتبر أمرا إيجابيا. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وعاجل مسؤول كبير بالدولة وزير الخارجية سنقوم بالتعامل مع سد النهضة في هذه الحالة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه في حالة وقوع ضرر بدولتي المصب نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، فإن مصر ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي والمائي. وقال عبر فضائية القاهرة والناس: حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في إطار العزيمة على حماية الأمن المائي المصري، وأشار إلى أنه في حالة عدم ترتب أي ضرر على مصر نتيجة الملء الثاني لسد النهضة فذلك يعد أمرا محمودا، إلا أنه يثبت مرة أخرى مدى التعنت الإثيوبي وإصراره على اتخاذ قرارات أحادية. وأضاف: مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان، ويتم بينهما تنسيق وثيق وتشاور، وأعرب عن أمله في أن تقوم إثيوبيا بتعديل موقفها التعنتي والوصول لاتفاق قبل الملء الثاني للسد. وذكر أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات، وأن الوصول لاتفاق ليس صعبا في ظل وجود الإرادة السياسية لذلك، خاصة وأن كل طرف يعلم جيدا كيف يحقق مصالحه. وأشار شكري إلى التحرك المصري السوداني على الأصعدة كافة لإحاطة المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات وما أبدته كل من مصر والسودان من مرونة خلالها مقابل التعنت الإثيوبي، لافتا إلى تصدر قضية سد كل المباحثات بين مصر وشركائها الدوليين. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. خبر آخر معنا وعاجل: تعرف على تفاصيل ربط سكك الحديد بين مصر والسودان. أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدروسا من الحكومة
بتلبية أي مطالب للسودان وخاصة في قطاع النقل فورا. وعقدت أمس الأحد في السودان جلسة مباحثات في مجال النقل، ترأس الجانب المصري فيها وزير النقل المهندس كامل الوزير، والجانب السوداني وزير النقل والبنى التحتية السوداني المهندس مرغني موسى. وقال وزير النقل المصري في افتتاح جلسة المباحثات إن شريانا جديدا من شرايين التواصل والحياة بين الشعبين المصري والسوداني ممثلا في الربط السككي سيرى النور قريبا، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية وهناك دراسات تجرى على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن. وأضاف الأموال مرصودة، وأنا شخصيا حصلت على تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أي مشروع له مردود إيجابي على علاقة الشعبين وخدمة مصالح الشعبين ينفذ فورا. وأوضح الوزير أن هناك عملا يتم الآن لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان، وهو طريق يتكون من 6 حارات في كل اتجاه بإجمالي 12 حارة مرورية، وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الإخوة في السودان. وأكد قناعة مصر بأن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد، لذلك يتم تنفيذ كل ما هو ممكن في سبيل الحفاظ على المصير المشترك والهدف الواحد، لافتا إلى التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، هو قطاع كبير جدا في مصر وموجود الآن في السودان. وقال وزير النقل إن المناطق اللوجستية موجودة لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا يدنا ممدودة للأشقاء في السودان، فهدفنا ومصيرنا واحد ونريد ما هو أكبر من التعاون، حيث نسعى إلى شراكة حقيقية بالتعاون والدعم، ودعم من وزير النقل ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تنفيذا لتوجيهات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمعنى أن سيكون هناك ربط بين مصر والسودان، ربط سكك حديدي. هذا الأمر هيعمل نقلة كبيرة جدا بين مصر والسودان، ومصر والسودان لو اتحدوا فعليا هيكونوا يعني اتحاد عظيم جدا واقتصاد مبهر في المستقبل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وتعالوا نشوف مع بعض كيف قامت تركيا بتوجيه ضربة للإعلام الإخواني من أجل مصر. قالت صحيفة زمان التركية إن السلطات التركية تمارس ضغوطا على المنظومة الإعلامية للإخوان المسلمين في تركيا التي احتضنتها تركيا من عام 2013 إثر التقارب مع مصر. وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن معتز مطر ومحمد ناصر أبرز الوجوه الإعلامية للإخوان في تركيا، كشفا بشكل غير مباشر عن وقف برامجهم على قناتي الشرق ومكملين. صحيفة زمان قالت أن تركيا يعني وهي تتقرب لمصر طلبت الشهر اللي فات من قنوات الإخوان التوقف عن مهاجمة الحكومة المصرية ووقف أي تغيير محتوى للبرامج التي تبثها والتي يغلب عليها الطابع السياسي التحريضي. وفي هذا السياق قال قناة العربية في تقرير لها عرض يوم الجمعة الماضي أن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعارا آخر، ونقلت عن مصادر قولها إن تعليق المحادثات جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان. وكان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في حدث هو الأول من نوعه منذ سنوات. المصدر معنا كان من صحيفة زمان التركية. أترك لحضراتكم التعليق، وهل أنتم شايفين لا يكون في تصالح بين مصر وتركيا أم لا؟ وجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا اي اي بي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.